مساكم الله بالخير أحبة الكرام في مقطع جديد ورنا في القناة أبو شو. قسم بالله العظيم الشوق وين يعني من زمان ما طلعت في القناة. اي والله زمان ترى العتاب كبير يا أبو شو ولازم نرضي الجمهور في هذه الحلقة. قررت اليوم يا جماعة الخير راح أخلي أحمد شو طباخ وراح نسوي إن شاء الله أنا وياه أكبر برجر في العالم. أكبر برجر في العالم أكبر برجر في العالم. شوف السعرات ماي لورد وين الجوف. ايوه هذا شغل رانش. اوكي تفضل كاتشب تفضل مو كاتشب ومينيز تفضل. لا اله الا الله عندنا دايت عندنا خس كمان خس حلو وعندنا هذا ايش رمان ممتاز وهذا طماطم حلو وهذا بصل مقلي وهنا اللحم. طبعا عندنا القطعه الاولى هذه اللي فوق وعندنا القطعه الثانيه حطيناها هناك بس علشان استعرض لكم بقدر نحط الاغراض كلها هنا. طيب يا جماعه الخير حابين نشكر ثمار العقيلات ضبطونا بالمحتوى كامل قالوا ابراهيم عندك مقطع والله العظيم ما نخليك لوحدك وشكر خاص لابو سليمان وسليمان البصير اقسم بالله جماعة الخير قالوا اغراضك علينا يا ابراهيم تلقون رابطهم ان شاء الله تحت في الوصف. يبغى المحل اللي عنده مقطع اللي يبغى ينبسط كل شيء جاهز عنده حتى الخس يقطعونه لا الخس يقطعونه تخيل كل شيء. اول خطوه عندنا يا ابو شو راح نشغل اللي هو الشوايه الكهربائيه خليها تحمى ندهنها بزيت شويه وبعدين على طول نبلش بس ننتظرها تسخن اول شيء لازم لا اول شيء ندهنها بعدين قبل ما تسخن. اوه ذكي يا احمد ايوه زين نحرق السلام على الله يخليك. اول شيء يا ابو شو راح ندهن الزيت دهن الشواية دهن هو الزيت مدهن من ربي يا سلام. اعتقد انه خلاص احترت هي صارت حارة اي بس باقي توه 80 لين توصل 250 علشان ايش تحط الذا على طول ها قلبه قلبتين وتجهز معه غريبا احنا كذا في السيف سايد خلاص بسم الله 3 خذ زاوية يلا 1 2 3 بسم الله يا سلام بعده زاوية على طول بس ترى المفروض تحط يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اضربني بعدين بشحم يا شحم اضربني خليها شوف اول شيء شوف يعني ها استوت ولا ما استوت اقلبها ايه. على طول جو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا اخوان بعطيكم معلومه هل تعلمون انه ما في اكل غير صحي في الارض الصحي وغير صحي هو الكميات اذا تاكل على قدك تحافظ على صحتك بالغ تاكل اكثر من حاجتك حتمرض من الاخير يعني هو معتمد على الكمية اكثر من نوع الاكل اذا حسيت انها استوت حط لايك واذا ما استوت حط سبسكرايب كده يا ابو شو خلاص استوت حطها هنا خلاص مره استوت هذه الاولى حلوه والله يا عيال يا انها مزيته بشكل حلو يا سلام يا عيني نقفل الان نحط ايش بالاخر اتوقع حنحط الغطاء يا سلام صح نحط الكميه الثانيه بس يلا نحط الغطاء اول شيء غطاء نقفل عليه ايش عشان ما تحترق ايوه بالضبط عشان ما تضبط صح يا سلام والله احمد قاعد يطبخ بحب والله العظيم يقول لك لا تعتمد الا على دوسي يا شيخ ابوك في الجنه امك في الجنه يا شيخ امك في الجنه اخواتك الغاليات في الجنه يا رب العالمين اهلك كلهم القبيله كلهم ان شاء الله دواسر يا رب الله يطول بعمرك يا حبيب قلبي عيال الجنوب كلهم في الجنه يا رجال عيال البلاد كلهم ان شاء الله في الجنه الله يخليك حافظ حق البلاد وامن الطرق والاسعاف كمان اضم كلهم في الجنه ابوك انت لا 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 يوصل الموضوع لا يوصل الموضوع انت ابراهيم ترى اخر مره جلستك في الكيد ريموت تذكر؟ وضع الملابس الوضع قال بالله قرب شوف كميه الزيوت يا لبي كل ما زاد الفاتس كل ما كان طعم كل ما زاد الدهون كل ما كان لذيذ اقسم بالله العظيم شوف الجمال صح طيب يلا نبدا الان نقلب هذه الجهه اي بس بشويش يعني بشويش لا هو 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 انا اعتقد ان الزيت زاد وانت كمان يعني يبي لك والله انا بديت انحرق صراحه انا شخصيا بديت انحرق يلا كذا خلصنا يا اخوان من باقي ما خلصنا اللحم اتوقع هذه بتكفي ها عندنا 30 حبة لحم لازم نطبخها يا رجل تونا خلصنا 10 حبات 10 يقول لك ما احتزمت بمحزم هين وبايد احتزمت بني ورد القوم جدك الله يطول بيض الله وجهك الدوس يا شيخ الله يرحم جدك يا شيخ الله يجعل جدك في الجنة الله يجعل Here we go again سؤال إيه؟ تتذكر لما كنت اقول لك والله عندي موهبه في الطبخ كنت مستبعد انت الموهبه والله كنت اقول له والله اني اعرف اطبخ إيه؟ قال لي سبحان الله عاد تدري اول مره حياتي اكلت في برجر تعرف
سنة كم؟ أول مرة جربت البرجر، برجر بنبخيت، تعرفه؟ حق مكة. معروف كم بريالين؟ آخذ منه 6، أقسم بالله كنت آكل 6 برجرات، ما شاء الله تبارك الله، كم كان وزنك وقتها؟ كنت 69، 70. دقيقة، لا، أيوه. أمانة من الأخطاء. طيب، ارمي الآن يا إخوان، باقي لنا كم؟ 20 حبة. باقي 20 حبة؟ يمين بالله يا أحمد حيذوقوا أقوى بيتزا بالتاريخ يا شيخ. حنفتح محل أنا وياك نسميه إبراهيم. لا، إيش نسميه؟ براشو. براشو بيتزا؟ لا صعبة. لا، بس احنا نسوي بيتزا. هذا برجر يا أستاذ أحمد. شغلت أنا من أول بيتزا ترى برجر. والله يا جماعة إني مستمتع، أقسم بالله ما عليك. والله جدا مستمتع. اسمع إبراهيم، جيب حلو. عشان الوقت. نوب. نوب. والله اني مستمتع، اقسم بالله العظيم متعة. والله العظيم متعة. عشان كذا ابو عمر ترك فيك وحول طبخ. اوكي احمد كان يقول لي سوي سلسلة فيفا، ابشر. 5 شطة. لا اسير يا ابراهيم، لو ما دخلت باور وعندك قناة في اليوتيوب، ايش راح يكون محتوى؟ الصدق إيه؟ راح يكون المحتوى اللي انت اخترتني فيه. اسمعوا يا عيال، اسمعوا السالفه دي. هذا كان يهايط علي يقول لي والله لا العب معاك لدقه، والعب مباراه معاه وادق ودق ويتعذر بالنت، ويرجع يلعب معايا مباراه وادق ودق ويتعذر، والمباراه الثالثه يجي عند البيت وادق وجهه دق. هل تعترف؟ البرجر استوى. الحين سؤال يا ابو شوف. إيه؟ بالله يا ام فارس دخل بالبودي جارد اللي هنا وخطني فوق تحت. والله كنت موجود. والله اني حقدت عليه. لو كنت موجود وربي لا يا خسر، والله لا خسر، يمين بالله لا بدي روحي. ولكن بيض الله وجهك. اي والله حبيبي. بس ابراهيم، يا اخي هل قد قلت لمتابعينك تجربتك في المحل اللي كنت شغال فيه؟ اقسم بالله قصه شيقه. انا مستمتع بسمعها. طيب بس ابراهيم، السنه الماضيه في نفس هذا الوقت انت كنت توك منفصل من الوظيفه، صح ولا لا؟ لا، قدمت استقاله. ابراهيم ما ينفصل. اي انا قلت انا تركتهم. والله صدق انا اللي تركته. اي هو اللي استقال. فاللي اكون تذكر انه انت كنت تارك طابع مره ممتاز في المكان اللي كنت شغال فيه، لدرجه انه الناس شغالين كانوا معك حضنوك وبكيوا عشانك. اي كان في ناس تبكي. ودي اضيف لهم اللقطات بس. الصدق كانت والله العظيم من اصعب اللحظات. لكن يا جماعه الخير عادي. يا اخي جتني فكره، ليه ما انا وياك نتكي يوم كذا ونسولف؟ تم عندي جرمه. بالضبط، راح نسوي حلقه كامله بنسولف فيها انا واحمد. ما نسوق الفكره. يلا. اللي عنده اسئله لي او لاحمد شو اكتبها تحت في الكومنت. اكتب يا عيال، والله جد والله بنسوي حلقه. بنسوي حلقه وبنجاوب على اسئلتكم. ايه خلصنا ابراهيم؟ لا باقي اخر صحن. يلا اللي بعده. تعال قبل ما تسوي اخر دفعه بروح اسوي البطاطس. تم يلا عندي فكرة. الله، عندنا نوعين بطاطس، زيت حامي وخلاص الامور طيبه. بنحط على طول البطاطس في الزيت. نستعين بصديق. بعد الاستعانه ابو محمد الله يعطيه العافيه، زي ما انتم شايفين قاعد نجهز البطاطس. خاطرك تفتح الباب. يلا بس صلي. بسم الله نبدا. نحط كذا صح؟ ايوه احطها في النص. اللحظة المنتظرة يا عوي، هذه ولا لمسة موت كاس العالم. ونكمل الباقي. يا جماعة اللحم قسم بالله العظيم من كثر ما انه لذيذ ودك تاكله كذا لوحدك. تفضل. بيض الله وجهك. يا سلام، انتهى الكلام. لا تستوعب الان انه احنا جالسين فعلا نطبخ برجر مش بيتزا، لانه قبل شويه ما اشوف الخبزات الكبيره ذي يجي في بالي بيتزا. والله العظيم ما هو راضي يشبك مخي مع البرجر الا الان. يا سلام. كذا خلصنا الطبقه الاولى يا ابو شو. نروح ليش؟ اللي بعده اللي هو البوتيتو. ها؟ او ماي جاد، عاد هذه متعتي. اول جبنه اكلتها في حياتي هذا النوع من الجبن. اتذكر اني صحيت الساعه تقريبا 3 بالليل يوم كان عمري، تخيل ابراهيم انه عندي ذكريات وانا عمري 2 3. اقسم بالله اتذكر. تتذكر انه عمرك 2؟ اي والله اتذكر بيتنا اللي كنا ساكنين فيه، اتذكر ايش كان في الثلاجه، كنا دائما ناكل هذا النوع من الجبن. خيال. لا والله العظيم اني اتذكرها بالملي. انا ترى كنت صاحب ذاكره قويه، ولكن والله العظيم ما ادري ايش صار لي. ترى شوف ليش ذاكرتك قويه وانت صغير؟ انه ما عندك شيء يعني. لا يعني تفكر فيه. بديت سنوات الدراسه يعني ممكن الى ثالث متوسط ذاكره حديديه صارت. ايوه خلاص، كل ما تبدا تفكر في المستقبل، كل ما تبدا تفكر في الامور هذه، خلاص يبدا مخك خلاص يبدا يجمع اشياء اكثر. خلاص يعني انت يتعبى الميموري؟ اي يتعبى. يعني انا عندي مخ الحين ميموري. ها؟ عندك ميموري صح؟ ليش؟ بس والله تصدق هذا كلام صحيح. تدري علميا انه كل ما عبيت مخ من الخرابيط
صعب انك تدخل مخ اشياء مفيده. يعني اذا تتفرج على اشياء تافهه واللي ما لها قيمه واللي ما لها فايده، لما تجي تتعلم على الاشياء اللي لها فايده ما راح تحفظها بسرعه، حتكون صعب. صح. لكن لو تعود عقلك على الاشياء اللي لها فايده، عارف ايش فينا انا قلبت كذا. اسلم، كمل كمل، والله اني مستمتع بالحديث. اي والله كمل. لك لو عودت عقلك على الاشياء اللي لها فايده والاشياء الصعبه الحفظ، حتكون سهله عليك الى نهايه حياتك. سبحان الله، كيف على هي على التعود يعني. ايوه، زي ما عقلك عقلك يعطيك. هيه كمان في نقطة ثانية يا أخي، أتذكر أيام الابتدائي كانوا المدرسين يقولون إيش، ترى العقل واحد، يعني عقلك عقلنا واحد. يا سلام، أقسم بالله هذا الكلام كان يخبلني. صح إن عقلنا واحد، لكن كل واحد عنده إمكانيات مختلفة. يا سلام، اسمع، واحد عنده الحفظ ورب المصحف، إنه في ناس كانت تحفظ من مرة واحدة، يقرأها مرة واحدة ويحفظ. هذا أخوي حامد ما شاء الله. بعدين في أشخاص كانوا يحفظون من مرتين، في أشخاص من خمسة، في أشخاص ثمان يكرر، في أشخاص ربع ساعة، أشخاص نص ساعة، أشخاص ساعة. سبحان الله. وفي أشخاص فنانين في المهنة في الفهم والتحليل. تخيل إنه أنت اكتشفت هذا الشيء من سن صغير، كان عدو تقبل إنك بس إنك ما تحفظ، خاصة تعرف إنك ذكي في أشياء. ولكن كنت أحسبني غبي إني ما كنت أحفظ بسرعة مثلاً. الآن سؤالي هو، هل المدرسين ينقلون هذه الرسالة؟ لا زالوا ينقلون هذه الرسالة؟ اكتبوا لنا في الكومنت إذا باقي يقولون لكم. هل سمعت مدرس عزيزي اللي الآن تدرس الآن في هذا الوقت الحالي؟ طبعاً أنا يوم كنت في الابتدائي كم أتذكر 1419 20 21 1419 تدرس؟ اي والله العظيم، انا عمري سنة. والله العظيم ما شاء الله، اقسم بالله الف. اي والله العظيم. اوه يا احمد طلعت شيبه. ايوه انا متخرج من الثانوي 2010. ايش بك؟ من 10 انا سادس ابتدائي. بالله؟ اي والله. المهم السؤال هو يا جماعه، السؤال اكتبوا لنا في الكومنت، هل المدرسين باقي يقولوا لكم هذه السالفه انه ربي اعطاك عقل واحد؟ هل باقي اذا المدرس يقول هذا الكلام فهو مخطئ؟ بس هل هذا الكلام للان يتناقلوه المدرسين ويوصلون للطلاب؟ ابى اعرف والله. والله مهتم جدا. اكتبوا في التعليقات. يلا والخطوه اللي بعدها يا اخوان، نضيف الخس. اتوقع هذه اللحظه مهمه، يعني هذا الاقصى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كذا خلصنا الخطوه ثلاثه الى خطوه رقم اربعه. بسم الله بسم الله. طيب تبغاها وجه ولا قفا؟ اللي يعجبك. والله اني ما احب الطماطم. رب العباد مره مفيده. هل تعلم ان الطماطم فيها فيتامين اي بشكل مركز؟ هل تعلم ان الطماطم تحسن من ضغط الدم؟ هل تعلم ان الطماطم مليئه بالفائده؟ الخطوه اللي بعدها. يا سلام يا سلام، لعبه الرمان. ابراهيم اعطيني الشرف. يلا بسم الله. اعطيتك الشرف. يا سلام. كارلوس الدوسي. ايش دخل كارلوس؟ لان ادواردو اللي يسويها. هذا يا ابو شو البصل المقلي. بس اصبر بالله ابراهيم دقيقه. يلا اقنعني ليش في بصل مقلي في برجر؟ لاني في حياتي ما قد ذقت برجر بالبصل المقلي. الان الله العظيم ان البصل المقلي اضافه جميله في كل اكله تحطها. بس كذا؟ ايوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ابراهيم ما توقعت الموضوع بالمتعه هذه، اقسم بالله. والله انه ممتع. والله عشان احبك ترى، عشان كذا قلت ما يشاركني في المتعه هذه. الله يخليك. الا رفيق الدرب صديق العمر. انا اول ما دخلت التسجيل يوم شفت الغرام كذا قلت يا الله يا البلشه. انا وش ورطني مع بعض؟ اي وش متى نخلص الحين يا ربي؟ بس والله الله بنلعب المشكله فهمتوا؟ حتى الان بنقفل البرجر. يا سلام. بس قبل ما نقفل جايب لك اكثر شيء تحبه. ايش؟ لا يمين. الان يمين بالله عشقي. اموت في البطاطس، اموت في ابراهيم. اقسم بالله من كثر ما اعشق البطاطس المقليه اني كنت اروح على الكافتيريا. عندنا الكافتيريا السعاده اسمها، عند سعاده. حلو. اطلب ساندويتش بطاطس، اتحدى احد ياكل ساندويتش بطاطس اليوم. تبغاني افوز عليك؟ ايوه. اقسم بالله ابويا كان يعطيني 3 ريال تصرف المدرسه. قسما بالله العظيم 3 ريال كلها اشتري فيها بطاطس منك. بالله؟ اي والله. طيب الحين نكبه؟ ايوه هذا الطلب. لا لا كذا كذا بالله تكفى. يلا روح تكفى. عندك عندك. يا سلام يا سلام يا سلام. لا هذه ما ينفع فيها الا ينفع كل حاجه تدخل فيها. والله العظيم انه امتع يوم طبخت فيه، اقسم بالله. اللي دخلنا على الصوص الان يا مشو، بعطيك شرف. الله وصف. بسم الله. يلا احمد شو اللي كان يقول السعرات الحراريه، وريني السعرات اليوم. الموت الموت الموت. احمد اقسم بالله العظيم انه في اسعد لحظاته. لا تتبلني انا كمان. بس يكفي يا ولد. ما يجوز يا ابراهيم، والله ما يجوز. خليك والله ما يخلون شيء في الفيلا ذولي، قسم بالله. بسم الله. يلا ابراهيم انا وياك الدوم. اسمع يلا 3 2 1 اضرب 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 النعمه اضرب اضرب. يا ساتر يا ساتر. خلاص يا عمي كفي كفي. العب الطرف بس، العب الطرف شويه.
بس 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 يا سلام يا ابو شو، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ابو شو. الان حطينا الصوصات، ضبطنا 100%، خلصنا دحين. وش باقي؟ اوه نقفل الطلب، نقفل الطلب. بسم الله، 3 2 1. واو قفل الليلة. اسمع، تحس ان خلصنا؟ اه لا والله ما ايش باقي. خلاص يا رجل اجلس، اتق الله يا مسلم. اجلس، ايش فيه؟ والله ما خلصنا يا اخي. يا رجل يا اخي لازم. يا سلام. هل تتوقع يا احمد ان احنا خلصنا؟ لا يا رجل، لا ما خلصنا. ايش؟ الله اكبر. ليش؟ خذ شرف التقطيع. وغير ما ببالي اني غير اقصها مثلثات. لا 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 لا، هو مثلثات الصدق. والله والله مثلثات. بس اسمع، يعني من اول جزء يسوي بيتزا. والله هي برجر البيتزا. يا سلام يا ابو شو. يا سلام، اقسم بالله. نبدا نرفع. يلا اصبر. الله ما يذوق الا انت اول واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ارفع يا ابو شو. الله اكبر. يا ساتر يا لطيف. يا ساتر طاح اللحم. يا ساتر. رجع رجع رجعوا. من دخل هذا الباب اول ما اشوفه؟ فك الباب قبل. السلام عليكم. حياكم. يلا يلا ابو شو. بسم الله. اي والله العظيم ما يجون الا وقت الاكل. اسمح لي يا اخي ابراهيم. لا وانت 5 دقائق. لا لا وانا عرفت ليش قال دقيقه وش قاعد نصور. والله انا ذق علي والله. ايوه ايوه ضمير فيها. والله مالك يعني تعطي مو انا قويك ما تعطي. لا والله الجنرال هو اللي طبخ، انا ما دخل. والله انك حددت وحده من امانه. يمين بالله انها لذيذه. يمين بالله والله لذيذه. احس بس شو كذا بس. والله لذيذ، والله من لذيذ. اوه روح صغيره. والله تقول لي هذا والله انه صغير وكويس. حلو. هذه برجر. خالد انت طباخ؟ اي والله. الشكل؟ والله الشكل 10/10. نبي نوصل خالد العايد 300,000. يستاهل يستاهل ابو عايد. والله العظيم يستاهل، من اكبر الناس خلقا. الله يسعدك. والله انه خلوق، انسان يقدم ماده حلوه. قناه فلوس تكفون، اشتركوا عنده. خبز لذيذ صح؟ كيف الطريقه؟ طلب شيء مو طبيعي. طلب تسويها الجمهور بعدين. ذاك المكان؟ اي انا وانت. انا بساعدك بس تعلمني. ابراهيم بالله دقيقة، صح انا جايب مودي، ولكن والله العظيم ان احنا ما نستحي وما عندنا دم واحد لو خلينا مودي ياكل ذي والمصور من اول معانا. اقسم بالله هذا من هذا المصور يستاهل. اي بالله بالله يا عيالك. مودي صغير. مودي صغير. منين 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 منين؟ اسمع الكلام، اسمع اسمع. تكفي بس الان. ذوق ذوق ابو خالد. لا 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 من الجهة الثانية. لا لا ذوق من هنا. اي من هنا. معلش معلش معلش. اسفين اسفين اسفين. يلا بسم الله. افتح فمك اقوى. هم صغير يا اخي. والله مستعد. قسم بالله فرس النهر يوم تفتح فمه ما شاء الله. يا اللي وجعني فايروس. زين زعلان فايروس اعطوك. وش خب. لا فايروس اكيد ما شاء الله. ما ادري. كذيب؟ والله كم من 10؟ بس انا اشوف ان في رمان. ايوه. في رمان. ايوه عادي. صحي. اه صحة. 10/10 يا اخي. سلام عليك. طيب تعال وريهم، بالله وريهم اخر منظر. شوف الطبقات، شوف البطاطس على اللحم على الجبن على الدنيا. شوف كيف كيف. شوف شوف شوف. يا ساتر. شكرا لك ابو شوق. حياك الله وياك. ولا تنسون اللايك والاشتراك، هذا يعطينا دعم كبير ان احنا نستمر. اضغطوا زر الاشتراك واللايك. يعطيكم العافيه على المشاهده. شوفوا يا اخوان عشان نوصل 2 مليون. لا 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 نوصل 7 مليون. ابو شو صح، ما بقي له شيء على 7 مليون، بقي له 3 مليون بس. لا اشتركوا في القناه. انت مو حق ادبيات. والله انت حق شيء واضح. انت تعبت. هو يقصد اثنين مع بعض توصلون 7 مليون. صح صح صح. شيكوا على متجر باور، تلقى الروابط تحت في الوصف، في اشياء جميله جدا. ولا تنسون كودي ابرا. وبالعافيه عليكم.